اليوم ينعقد المجلس الوطني في إطار الدورة العادية لأشغال هذه المؤسسة المهمة داخل حزب التجمع الوطني الأحرار. هي مناسبة أولا تنظيمية وأيضا هي مناسبة سياسية، الهدف منها هو التوقف عند العمل اللي قامت به مختلف المؤسسات، وطبعا في طليعتها العمل اللي يقوم به الحزب داخل الحكومة. النقاش الذي دار في أشغال المجلس الوطني يؤكد مرة أخرى صوابية وجدوى الإنجازات التي تقوم بها الحكومة، وأيضا على المستوى التنظيمي يؤكد مرة أخرى بأن حزب التجمع الوطني الأحرار بالرغم من الاشتغال دياله داخل الحكومة فإنه حريص على أن يؤدي المسؤوليات والأمانة دياله في إطار التأطير للمواطنين والقيام بالأدوار دياله السياسية كاملة. فالنقاش الذي دار اليوم في أشغال هذا المجلس الوطني يؤكد مرة أخرى بأن حزب التجمع الوطني الأحرار ليس حزب الذي يشتغل في المناسبة، هو حزب يشتغل على طيلة أيام السنة وفي إطار مفتوح. وطبعا ما تم تحقيقه خلال منذ المؤتمر الوطني الخامس يؤكد على أن الشباب وعلى أن الزعامات الشبابية والنخب التي أفرزتها مختلف هذه التنظيمات ومختلف هذه المحطة التنظيمية هي اليوم تقوم بدورها في المساهمة في بناء الوطن. فهذه محطة ناجحة تنظيمية سياسية بحمولات تؤكد التموقع القوي لحزب التجمع الوطني الأحرار كحزب حاضن لقضايا المواطنين وكحزب يشتغل على يعني النهوض بمختلف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة.